طب دكتور خليني اقول لحضرتك مثلا او اسال حضرتك، ونفترض انه اب وام عرفوا ان هم يخلوا اولادهم فعلا متفوقين في الرياضه ومتفوقين في الدراسه، وشايفين ابن او ابنه شاطرين جدا في كل حاجه بيقوموا بيها، لكن للاسف بنشوف مصطلح كده مؤخرا هو الباد لوزر، الشخص اللي ما يعرفش او لا يتقبل الخساره، شخص بيتحول لشخص صعب جدا في حاله انه ما حققش هدفه. حقيقه شوف يا ستي، هي دي انا بحط له خطوه على خطوه على خطوه بتوصل للبني ادم ده، ان انا ما ينفعش ابقى عادي، العادي ده مش متقبل، فان هو لو وصل لحاجه معينه كده هو لسه ما جابش اللي في دماغه او اللي في دماغ اهله، يبقى هو كده فاشل، حتى لو كان كويس، يعني ممكن يكون هدفه عالي صحيح وكل حاجه وبدا يوصل، بس وصل بقدر معين هو بالنسبه له فاشل، بالنسبه له ما ينفعش، العادي ما ينفعش، فبيفضل على طول في حاله شد عصبي شديد، على طول في حاله لود، عنده مغص، معدته وجعاه، عنده صداع، لانه دايما في حاله تفكير دائم ضغط كامل. اوصل للمثاليه ازاي؟ ممكن توصل للمثاليه باشكال مختلفه، مش لازم توصل للطب. وايه هو الطب بالنسبه لك؟ الحاجات دي كلها متفاوته ما بيني وما بين حضرتك، وما يعني كل مش كل الناس الطب بالنسبه له واحد، فممكن من وجهه نظري انا ده الطب في الاعلى منه، فخلي احلامك كويسه وكبيره وكل حاجه، بس ما حطش كل اللود بتاعي على اني لازم اوصل، ولو حتى على حساب الاخرين زي ما هي تفضلت، ممكن اوصل يعني على حساب ناس تانية، المهم ان انا اوصل، لان انا حاطط عيني على حاجه معينه ما ينفعش فيها ان انا الانكسار ولا الهزيمه ولا اني اوصل لاقل منها، انا مش هقبل بده. لا، لازم يكون في مرونه شويه، وانا اللي بربي ابني على كده، تبقى شاطر وكويس ومتفوق، لكن في مرونه، افرض ان انا وقعت لازم اخفاقات، والبني ادم لو ما اخطاش ووقع مش هيعرف يعني ايه يقوم، لازم النقيض. يعني لو فضلت تقول لابنك الشمعه دي غلط، النار غلط، النار غلط، لو ما لمسهاش وما يعرفش مش هيعرف انت ليه بتقول له غلط. صح صح، فلازم يخطا، او هيبقى عنده خوف غير مبرر، يعني تقلب بفوبيا لو ما جربهاش، هيبقى عنده خوف اكبر حتى من حجم الاذى نفسه، لانه مش عارف قدر الاذى قد ايه. بالزبط. هو ايه اللي هيحصل، فانا اسيبه يعني يتخبط مره، يقع مره، يحس بالحراره دي مره علشان يعرف هي ايه. وبعدين هو مش هيعيش طول عمره في كنفي، مش قاعد جنبي على طول، لا هو هينزل للمجتمع، انا مش دايماله، انا في يوم من الايام هسيبه خالص غصب عني وعنه. صحيح. فلازم اقدر اخلي بني ادم قادر يندمج مع المجتمع، قادر يتقبل الاخطاء، لان اللي انا اعلمه المثاليه قوي دي، افرض ان هو تجاوب معايا وفضل مثالي قوي قوي، واخد باله جدا وحريص انه ما يغلطش، وجا في يوم من الايام اخطا. صحيح. وقع، اتظلم، حصل، هيحصل له ضرب شديد جدا، لانه مش واخد على كده، انا مش هينفع، انا لازم ابقى الطب في كل حاجه، مفيش بني ادم كده.